مساء الخير، نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. بخار فاهي شفاف أو دخان أبيض مرقط لا هم، وإنما المهم هو اختراق وتبديد السحب السود التي تظلل عيشة السواد الأعظم من الناس، الناس الذين حملوا وتحملوا 40 عاما على الأقل القوى السياسية اللبنانية على اختلافها. الدخان الأبيض في العالم عادة ما يخرج من مكان واحد، وإنما في لبنان علينا تجميع الأبخرة من أمكنة ومواقع عدة من أجل تكوين الدخان ولونه، وإذ ذاك ندرك ما إذا كان مسار التكليف والتأليف الحكومي سيفتح إلى الآخر إلى حين تأليف الحكومة العتيدة، بعد أن نكون أدركنا سلفا نوع الحكومة ولونها وعناصر تركيبتها. فبعدما تقاطعت معلومات عصرا من أوساط عدة عند بروز أجواء تفاؤل بدخان أبيض على هذا المسار، بالفعل برز في 6 من مساء اليوم ما أعلنه الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشلوحي، حيث رأى أن نجاح الحكومة الجديدة في الملفات المطروحة والملحة أهم من الكرسي أو الحقيبة، وكأنه أوحى بقرب اكتمال المسار نحو تأليف الحكومة. أشار باسيل إلى أن هدف أو نجاح الحكومة العتيدة هو تنفيذ المشاريع والإجراءات، إنجاز المشاريع والنجاح فيها عموما. في أي حال، تفاصيل هذا اليوم وهو 48 للانتفاضة الشعبية المطلبية المستمرة حتى اللحظة، وهو أيضا اليوم 33 ما بعد استقالة الحكومة، تكمن في ارتفاع منسوب المشاورات والاستشارات التي بلغت ذروتها في خلال ساعات العصر والمساء، وأساسها حركة سمير الخطيب، الاسم المتقدم لا بل اسم المزكى لرئاسة الحكومة فيما يسمى في الاستشارات النيابية الملزمة. ومن هذه المشاورات التي سجلت نقاطا إيجابية لقاء الخطيب وجبران باسيل، ومنها أيضا بين الخطيب وكبار المسؤولين. وفي الغضون وبالتوازي مع حركة الخطيب وتبلور موقف التيار الوطني الحر منذ المساء، وموقف الثنائي الشيعي المرتقب بعد لقاء مع الحريري الليلة بعد أن يكون الخطيب التقى الحريري، برزت حركة وليد بيك المحفوفة بالدقة والحذر على خط عين التيني، حيث التقى الرئيس نبيه بري ظهرا وبيت الوسط مساء، حيث يتناول الوضع مع الرئيس سعد الحريري الآن. جنبلاط المستعد لعرض لائحة مرشحين للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي للمشاركة في حكومة تكنو سياسية من ضمنها حزب الله، سجل حالة اعتراضية عندما وصف المشاورات قبل الاستجارات النيابية الملزمة بخرق الدستور. وكان رئيس الجمهورية العماد عون قد تحدث أمام زواره عن إيجابيات في خلال الأيام المقبلة، واستشف منه الوزير السابق ويام وهاب أن الإيجابيات تصب في خانة الاستشارات والتكليف الحكومي. تفاصيل النشرة إذن نبدأها من كلام باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، وقد أكد أن نجاح الحكومة هو أهم من وجودنا فيها، ونحن لسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد. وأشكل كلامه أيضا إذا خيرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاح الحكومة نختار نجاحها. جملة مواقف ورسائل أطلقها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، قائلا نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة، مؤكدا أنه لدينا معيارا واحدا للحكومة هو التنفيذ والالتزام والإنجاز، مشيرا إلى أن تسمية رئيس الحكومة وإعطاء الثقة مرتبط بإمكانية النجاح. باسيل أكد أن نجاح الحكومة هو أهم من وجودنا فيها، ونحن نختار النجاح للحكومة على وجودنا فيها، ولسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد. هالمرة وجودنا كتيار وكتكتل بالحكومة هو ثانوي بالنسبة لنجاح الحكومة بالاقتصاد وبالمال وبالفساد. ما في عنا شرط أهم من توفر شروط النجاح، ومعيار قبولنا بأي أمر أو مشاركتنا بالحكومة هي مرهونة بهذا النجاح. ونعرف تماما
إنه الحكومة بدها تتألف على أساس نسائي طبعا، ونحن ما نقبل أبدا إنه ينمس بأي مكون، والنسائية هي اعتراف متبادل بعضنا ببعض. هلا اللبنانيين طالبين منا إنه نقدر نخلص البلد، وعلى هذا الأساس نجاح الحكومة هو أهم من وجودنا فيها. وإذا علينا نختار بين وجودنا فيها والنجاح، نختار النجاح. إذا وجودنا بالحكومة مثلا برأي حدا بيمنع أن ننفذ خطة الكهرباء أو الإنقاذ، نحن مستعدين منكم، بس بدنا إنقاذ يصير، بدنا خطة الكهرباء يعني الكل متفقين عليها أنها تصير، ونحن مستعدين أن نبادل وجودنا بالحكومة بأي عامل نجاح لهيدي الحكومة. مش تنهرب من المسؤولية أبدا، مش تنعمل عملية هروب كتار عم يجربوا يمارسوها أبدا، بدنا نتحمل المسؤولية إلى حد التضحية بالذات إذا هذا الشيء بيلزم. النجاح هو أهم من كراسي الحكومة، ونحن منا متمسكين بأي كرسي بالحكومة، متمسكين بمحاربة الفساد. باسيل أوضح أننا تحملنا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتنا كي لا نعرقل الوضع وحتى نخرج من حالة عدم وجود حكومة إلى حالة أخرى يبدأ فيها العمل. ومنذ السابعة مساء يستمر في بيت الوسط الاجتماع بين الرئيس سعد الحريري والزعيم وليد جنبلاط، وللاطلاع على التفاصيل ننتقل مباشرة إلى بيت الوسط مع الزميل نبيل الرفاعي. نبيل يعطيك العافية، يعني ماذا لديك من معلومات حول هذا اللقاء؟ نعم، مساء الخير أريج، مساء الخير جلال ولكل المشاهدين. بالطبع غادر رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط بيت الوسط، وكان قد رافقه الوزير وائل أبو فاعور من دون الإدلاء بأي تصريح، وكان الاجتماع دام حوالي نصف ساعة بحضور الوزير غطاس خوري، وكان اللقاء المفترض أن يكون إيجابيا نظرا لابتسامة الرئيس عبد الحريري الذي خرج من بعد الاجتماع. وفي دردشة سريعة مع الصحفيين أكد الرئيس سعد الحريري أنه علم من الإعلام أنه سيلتقي مع الخليلين، وقال لن أشارك في الحكومة، لكن أكد في الوقت نفسه أنه يدعم المهندس سمير الخطيب، ولكن يبقى بعض التفاصيل للتشاور بها. هذه المعلومات الذي أدلى بها الرئيس عبد الحريري في هذه الدردشة تؤكد أن الأمور على المستوى الحكومي تسير بشكل متسارع، وخاصة بعض اللقاءات المكوكية التي قام بها والتي أجراها المهندس سمير الخطيب مع مختلف القوى السياسية لمحاولة إخراج البلد من هذا المأزق، من الفراغ الحكومي، لتشكيل حكومة سياسية تكنوقراطية في أسرع وقت. لكن تبقى الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة هي الفيصل لحسم هذا الموقف. كيف سيكون شكل الحكومة؟ هل سيكون هناك صدى إيجابي أم سلبي في الشارع؟ وكيف ستكون الأجواء في مختلف الأروقة السياسية نحو شكل هذه الحكومة؟ لكن التأكيدات من مختلف القوى السياسية تؤكد أن الأمور تسير بإيجابية تامة، وخاصة على هذا المستوى المحدد إن كان في تسمية المهندس سمير الخطيب. في بيت الوسط هناك حركة، بالطبع حركة سياسية معتادة بحضور عدد كبير من الصحفيين. الرئيس الحريري استغرب كلام عن لقاء الخليلين في بيت الوسط، لكن ليس هناك تأكيد أو نفي. ربما يلتقي الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة الخليلين، ليس لدينا معلومات مؤكدة، لكن كما وردت على كل وسائل الإعلام أن الرئيس سعد الحريري سيلتقي الخليلين في هذه الليلة. هذا كل شيء حتى الساعة هنا في بيت الوسط. بالطبع إن جد أي جديد سنوفيكم به. شكرا جزيلا لك نبيل، وسنكون معك فور أي جهوز. يعني تعقيبا، يعني بعض المواقع أوردت أنه الوزارة راح تكون 18 اختصاصيين وست سياسيين. وكان جنبلاط قد تناول التطورات والمسار الحكومي مع الرئيس بري في عين التيني، حيث رأى في المشاورات قبل التأليف مخالفة للدستور، رافضا الإفصاح عن دعم كتلة اللقاء الديمقراطي لاسم الخطيب. ابتسام عكوش.
بعد فترة من الانقطاع نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عين التيني للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليؤكد من جديد على العلاقة التاريخية والصداقة التي تجمعه مع الرئيس بري، لكي لا يفسر وكأن هناك خلاف سياسي بحسب ما أكد جنبلاط بعد اللقاء، مشيرا إلى أنه ليس هو من يرشح سمير الخطيب، لافتا إلى أن كل ما يحصل اليوم هو مخالف للدستور. مش أنا اللي بدي رشح سمير الخطيب، لا مش أنا مرشح. أولا الدستور لازم، الدستور لما ترجع إلى الدستور إذا مش غلطان، كل اللي عم ينعمل لحد هلا مخالف للدستور. بده يصير في استشارات يتسمى سمير الخطيب، ساعتها بنسميه أو ما بنسميه، بس في أصول، في أصول على الأقل، في أصول. مش أنا هلا رح تشارك بتقدم الاشتراكي بالحكومة المقبلة؟ الحزب كحزب كلا، لكن منسمي لانه معروف انه مع يعني حصتنا ستكون من خلال الدروس، منسمي كفاءات درجيه، معطي لائحه وبيختارها بعدين، يا سعد الحريري يا سمير الخطيب يا ما بعرف مين. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك من مسعى للرئيس بري للمصالحة بين جنبلاط وبين الرئيس عون، قال جنبلاط: سأزور الرئيس الحريري وبعدها نرى، إذا لم يكن هناك من حواجز كثيرة عندها نفكر. وكان الرئيس بري قد التقى السفير جورج خوري وتم عرض التطورات. من جهة ثانية، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة بعيد المولد النبوي الشريف من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ. في القصر الجمهوري متابعة للتطورات، والرئيس عون تحدث أمام زواره عن تطورات إيجابية في الأيام المقبلة. الرئيس عون التقى رئيس جمعية المصارف سليم الصفير. فيما تتكثف الاتصالات في اتجاه البت بالموضوع الحكومي، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام زواره أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية، فيما نقل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عنه أنه مستعجل على إجراء الاستشارات، وهو قدم كافة التسهيلات اللازمة ولكن المشكلة عند غيره. وفي اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد رئيس الجمهورية أن حقوق هذه الشريحة لا يجب أن تستجدى، بل يجب أن تتضافر كافة الجهود لتأمين لهم حفاظا على كرامتهم وتفاعلهم الطبيعي مع المجتمع، مشددا على قيامه بمساع مختلفة لحل الأزمة الراهنة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من التعقيدات والظروف التي تعيشها البلاد، لأن هذا الملف لا يمكنه انتظار الحلول وجلاء المشاكل. رئيس عون اطلع من وزير شؤون المهجرين غسان عطا الله على آخر أجواء ملفات وزارة المهجرين وتحضير كافة الجداول النهائية التي التزمت بها بحسب الخطة التي وضعت، وفي صورة الملفات التي تم إنهاؤها في فترة تصريف الأعمال، وأجواء بقية الجداول التي تم تحضيرها لتكون جاهزة عند تأمين الأموال لتدفع بشكل سريع. عم نستعمل الأموال اللي كانت مرصودة من قبل حتى ما نوصل على الوزارة، لأنه الاعتماد 40 مليار اللي بالأساس قدرنا حصلنا عليه بموازنة سنة الماضية بعد لليوم ما نقل من وزارة المال على الصندوق، فنحن الأموال اللي عم نقدر نستعملها هي فقط اللي كانت موجودة بالوزارة قبل ما نستلم نحن. رئيس الجمهورية عرض مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الأوضاع المالية والنقدية في البلاد وعمل المصارف والإجراءات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبداء يوم الجمعة الماضي. وفي قصر بعبداء أعضاء مجموعة حوار وجسور الذين أجروا حوارا مع رئيس الجمهورية، وأكد أمامهم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف وجوه الأزمة، مشددا على استمرار عملية مكافحة الفساد، ومجددا الدعوة للمواطنين إلى المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن. إلى ذلك أبرق الرئيس عون إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فاندرلين مهنئة بانتخابها وبالثقة التي حازت عليها من البرلمان الأوروبي، وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، تمنى فيها للبنان المزيد من الرفعة والشعب اللبناني العزة. إلى ذلك أبرق الرئيس عون إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز معزيا بوفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.
المعوقون الحلقة الأضعف في الأزمات رفعوا صوتهم عالية اليوم، فهل من حلول في الأفق؟ أريش خطار. دق ناقوس الخطر في خطوة تحذيرية لمؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لمطالبة الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية بدفع المستحقات المالية، وشهدت المناطق اللبنانية كافة اعتصامات عدة، إذ نفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة اعتصاما في الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. شاركت فيه نحو 100 مؤسسة تهتم بأكثر من 12 ألف شخص من المعوقين من مختلف المناطق، مطالبين الدولة بأبسط حقوقهم من تعليم وتأهيل. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انضم إلى المعتصمين، رافقه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمار ريشار كيوميزيون. الراعي توجه للمعتصمين بالقول: أعطيتم قيمة كبيرة لبكركي بحضوركم اليوم، مؤكدا حقهم باهتمام الدولة بهم. قيوميزيون أكد عدم القبول لأي مؤسسة تعنى بذوي الحاجات الخاصة أن تقفل أبوابها، متعهدا بمتابعة القضية مع المراجع لدفع كل المستحقات، مشيرا إلى أنه قدم طلب سلفة وتمت الموافقة عليها. بعدهم على ذوي الحسابة وامبارح بالذات بعد متابعة مباشرة رجعت هذه العقود من ديوان المحاسبة. اليوم عنا حوالي أسبوع بدنا نشتغل عليهم بالوزارة ونبعثهم على وزارة المالية ليتم صرف المستحقات العائدة لألكم. أنا رح أوعدك اليوم التزم أني رح تابع قضيتهم للآخر عند كل المراجع، لو شو ما اقتضى اتصالات حتى ان اترجى مسؤولين تندفع مستحقاتهم على الوقت، وان شاء الله هيدي بتكون عيديه عيد الميلاد. وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد تأييده للتحرك، موضحا أن وزارة المال سددت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بالوزارة، والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخها إلى المالية. وفي شأن متصل وفي مشهد مؤثر ومحزن، اعتصمت مؤسسة الهادي والاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة على طريق المطار للمطالبة بالحقوق المشروعة. المشهد نفسه في المناطق اللبنانية كافة. في طرابلس نظم طلاب مجمع الضنية للرعاية والتنمية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة دار الأيتام الإسلامية وقفة تضامنية للإسراع في بت عقود الرعاية. وفي إقليم الخروب أيضا نظمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقفة احتجاجية في مركز كترمية للمطالبة بصرف مستحقات عامي 2018-2019. مديرة المركز نورما زين حذرت من الوصول إلى اتخاذ قرارات مؤلمة كالتوقف عن تقديم الخدمات أو انتقاص من عدد أبناء الدار. كذلك الأمر في صيدا، صرخة مشتركة لأطفال جمعية رعاية اليتيم وأهليهم وموظفي الجمعية للمطالبة بإنجاز العقود مع وزارة الشؤون ودفع المستحقات المتأخرة. رئيس جمعية دار اليتيم دكتور سعيد مكاوي دعا إلى بذل مجهود أكبر لإنجاز العقود، معتبرا أن تصريف الأعمال لا يعفي الدولة من مسؤولياتها. وفي البقاع نفذت لجنة جمعيات البقاع للمعوقين اعتصاما أمام مركز جمعية النهضة والعدالة في الشتورة، مطالبة برفع السقف المالي لهذه المؤسسات محذرة من زلزال اجتماعي. كذلك أطلق مركز حصبية العرقوب للرعاية والتنمية التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان في سوق الخان قضاء حصبية صرخة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة. تطور أي بلد متقدم مرتبط بإعطاء الأولوية لهؤلاء الأشخاص عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم من حقوق وامتيازات، فمتى سنتقدم بعض الخطوات إلى جانب الدول المتطورة؟
اللبنانيون يرددون في هذه الأيام: ربنا أعطنا خبزنا كفاف يومنا. والسعر الرسمي للرغيف على حاله، فيما بعض الأفران عمد لرفعه. فمن يحاسب إذا كانت النقابة غير معنية بالرقابة على الأسعار؟ رئيس اتحاد نقابات الأفران يمهل الدولة 5 أيام للتجاوب مع مطالب القطاع. تحقيق وسيم عرابي. بعدما طالت أزمة الدولار مختلف جوانب الحياة بشكل مباشر، برزت المخاوف على سعر ربطة الخبز في مرحلة حرجة يمر بها لبنان. ومع التطمينات الرسمية إلى بقاء سعر ربطة الخبز على حاله، فإن بعض الأفران تتجرأ على التلاعب بالسعر أو الوزن. بصير تقيل كثير على المواطن، فوق كل هالأعباء بصير تقيل الخبز، خاصة الخبز. أكيد شيء صعب يعني، أقل شيء إنه يعني يضل محافظ على سعره، يعني أقل شيء بالبلد يعني تقدر الواحد يأكل ويعيش ويكمل. أكيد كله غلط. شو يعني شو رأيي؟ غلط، أكيد غلط. شو الحال؟ كل العالم تنزل على الطريق، هذا الحال، ما حدا بقى لا يأكل ولا يشرب ببيت، ينزلوا يأكلوا على الطريق. تلفزيون لبنان التقى رئيس اتحاد نقابات أصحاب الأفران كاظم إبراهيم، الذي رفض المس بربطة الخبز أو التلاعب بها، موضحا أن الرقابة على الأسعار ليست من مهمة النقابات. اليوم قطاع المخابز والأفران ما بقى يتحمل على الإطلاق، لأنه وصل لمرحلة ما بقى في كفي. الناس ناسنا، أولادهم أولادنا، وأهلهم أهلنا، والناس صارت عم تتنفس من خواصرها. ما حدا قادر يتحمل لا خفض أوزان ولا ارتفاع أسعار. هو ضد تخفيض الوزن وضد رفع السعر مرة بمرة، بس 530 برا أنا إني ياخذوا حقوقهم من الدولة، ياخذوا حقوقهم. شو أنا أعطيني 4 ساعات وأعطيني 3 أيام وأعطيني 4 أيام؟ عم يلعبوا على الوقت. إبراهيم رفع الصوت في وجه وزارة الاقتصاد التي طلبها بتحمل المسؤولية ودعم الرغيف لحماية حقوق أصحاب الأفران. خلال 5 أيام إذا ما تجاوبت معنا الدولة ودعمت ودعمت الرغيف، هني بتحملوا مسؤولية الناس مش نحن. بدك تقول لي كيف؟ بقول لك لا بعد 5 أيام إن شاء الله. الدولة كان بهيك أزمات تدعم، ولو ما فيها تدعم 250 ليرة المواطن اللبناني. امبارح قلت لهم واليوم راح أكرر حكيتي، كل واحد يجيب له 3-4 مليارات من باريس يكبهم ببرك المركزي وبيرجع وضعنا طبيعته وبيضل كل شيء على ما هو عليه. أما إنه بنطحنوا على ظهر أصحاب المطاعم غلطانين كثير. نحن أصحاب الأفران عدينا على الجرح كثير، لا وصلنا لمحل كسرنا سنيننا وشرمنا شفافنا. ما رح نعلن الإضراب ولا رح نعلن السقم، بدنا حقنا من الدولة. أزمات لبنان متلاحقة ومتراكمة وهي تتفاقم، خصوصا مع انعكاس سعر الصرف على كل شيء، والذي أثقل القدرة الشرائية للمواطن، الأمر الذي يستوجب حلا عاجلا حماية للأمن الغذائي الذي يشكل أولوية في هذه المرحلة وفق ما صرح وزير الاقتصاد. أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اتصالا بالمدعي العام المالي علي إبراهيم، تناول إيداع الوزير خليل تقريرا مفصلا عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017، ويتضمن كل التفاصيل ومعطيات الملف المحال إلى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء مطلع أذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطعات الحساب لهذه الأعوام. وبين التقرير كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة والملاحظات عليها والتي تتطلب التوسع في التحقيق والمحاسبة. أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي البيان الآتي: إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية سبق أن اتخذت قرارا مبدئيا وثابتا أبلغته إلى المرجعيات الرسمية والقضائية، ويقضي برفض إحالة أي مخالفة للنشر أو القبول بإحالة أي دعوة تقام في وجه أي زميلة أو زميل أمام أي محكمة إلا محكمة المطبوعات، وأن هذا الأمر أصبح في صلب أدبيات النقابة وتقاليدها. وبناء عليه فإن هذه القاعدة يجب أن تسرع على زميلين حسن مقلد وجوزيف جوزيفين ديب، اللذين استدعيا للمثول أمام المباحث العامة للتحقيق معهما في الدعوى المقامة ضدهما في قضية رأي. الاعتصامات ساحات تضج بالوجع المعيشي، تنقلت بين المصرف المركزي في بيروت وبين المناطق التي استعادت بالمقلب الآخر حياتها شبه الطبيعية، واعتصام بعرسال تضامنا مع أمثال الفليطي وتخليدا لذكرى سهى شعبان.
ليلة الاثنين الثلاثاء أقدم عدد من المحتجين على إقفال الأوتوستراد الساحلي في النعمة بالاتجاهين احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع الأسعار، لكن سرعان ما أعاد الجيش اللبناني فتحه بعد إشكال حصل في المحلة. وقد أوضحت قيادة الجيش أنه أثناء قيام دورية من الجيش بفتح الطريق تعرضت لرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح. إلى صيدا، حيث شهد الاعتصام المستمر في دوار إيليا سلسلة نشاطات فكرية وثقافية تزامنت مع دعوات المحتجين إلى محاسبة الصيارفة في المدينة واتهامهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار. وقد تبين أن حركة الازدحام على مكاتب الصيرفة والمصارف قد انخفضت نسبيا قياسا بالأيام الماضية، ومرد ذلك بحسب أحد الصرافين إلى شح المال في جيوب المستهلكين الذين أنفقوا رواتبهم ومدخراتهم على شراء المواد الأساسية والغذائية. في البقاع الأوسط والغربي والمصنع، وبعدما أقفلت الطرق لبعض الوقت أعاد الجيش اللبناني فتحها وبدت الحركة طبيعية، ولا سيما في زحلي حيث فتح فرع مصرف لبنان أبوابه في المدينة. وفي عرسال، واستنكارا لحادثة انتحار ناجي الفليتي شانقان بسبب ظروفه المادية القاسية، تظاهرة في البلدة احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب والتدهور الحاصل في الأوضاع المعيشية. جلسة لجنة المال والموازنة انتهت مساء اليوم أو أنهت مساء اليوم مناقشة موازنة وزارة الأشغال وانتقلت إلى موازنة وزارة الاتصالات. اللجنة اجتمعت نهارا بحضور الوزيرين الحسن وأبو صعب للبحث وإقرار اعتمادات وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع، واجتماع للجنة الإدارة والعدل والصحة ومواقف نيابية. اجتماع للجنة الصحة العامة برئاسة النائب عاصم عراجي وبحضور وزير الصحة جميل جبق والنقباء المعنيين، وكان عرض لأوضاع المستشفيات وما تعانيه من أزمة سيولة وتحويلات ونقص في المستلزمات الطبية. وأمام هذا الواقع لا جديد سوى أن دعا عراجي للتكاتف والتضامن بين القطاعات الطبية لتفادي الأزمة التي وصفها بالخطرة. وعلى رغم ذلك، الإجراء الاستثنائي لم يتعدى الاتجاه لأخذ موعد مع حاكم مصرف لبنان يحدد لاحقا بحسب ما أعلن عراجي في محاولة لمعالجة الأزمة. لجنة المال والموازنة التي تجتمع يوميا لدرس مواد موازنة 2020 برئاسة إبراهيم كنعان أقرت موازنتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مع الملحقات واقتراح التخفيض الذي تقدم به كنعان والذي يطال كل الوزارات والإدارات. لجنة المال التي حضرها أيضا كل من وزير الدفاع ليس صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن طالبت بتزويدها بالمبلغ الإجمالي المقدر لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني، والذي بحسب وزارة المالية فهناك 100 مليار في الاحتياط المتعلق بالدفاع المدني. كنعان حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا للبت باقتراحات التخفيض والمواد العالقة والجديدة على أن يتم رفع التقرير لرئيس مجلس النواب نبيه بري وإرساله إلى الهيئة العامة. كما طلب الحكومة الجديدة التي أمل أن تتألف سريعا بمكننة الإدارة التي توفر 40% من الأعباء على المواطن. لجنة الإدارة والعدل التي بدأت اجتماعاتها للبحث في اقتراح قانون استقلالية القضاء وآخر يرمي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، فهذه المعركة الأساسية التي يريدها الناس اعتبر عدوان لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، والتي لا تعود إن لم تكن هناك مكافحة حقيقية للفساد ومن دون قضاء عادل. وردا على ما كتب عن لقاءات سرية للجنة للبحث في القانون، أكد عدوان أن اللجنة تعتمد منهجية واضحة، وأضاف كل من لديه رأي في هذا الموضوع فليبادر ويتصل بلجنة الإدارة والعدل. النائب أسامة سعد الذي رأى أن استقلالية القضاء مسألة رأي عام أمل إقرار القانون بسرعة للمباشرة بتطبيقه، مشيرا إلى أن ليست كل القوى متوافقة على القانون والبعض يقترح بعض الأفكار والتعديلات، منتقدا مسارعة البعض من النواب لتقديم اقتراحات قوانين جديدة. اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية جورج عائس أن عدم تنفيذ القوانين النافذة هو جوهر المشكلة، مكررا الدعوة لتأليف فوري لحكومة حيادية ومستقلة وإنقاذية تعمل لإنقاذ لبنان من الإفلاس والفوضى، تواكبها ورشة تشريعية متبصرة هادئة وفعالة تستكمل كل عناصر منظومة مكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية. من تقرير هبة عياد عن اللجان إلى تقرير ميري إبراهيم عن عودة دفعة إضافية من النازحين السوريين إلى سوريا.
ضمن رحلات العودة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني، دفعة جديدة من النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم غادرت الأراضي اللبنانية، فمن مناطق شمالية عدة تقاطر عدد كبير من العائلات السورية إلى نقطة العبودية الدبوسية الحدودية، وانتقلوا إلى الداخل السوري بحافلات أوفدتها السلطات السورية، ومنهم عدد من النازحين الذين كانوا قد تجمعوا في معرض رشيد كرامي الدولي. ومن طرابلس كذلك توجهت مجموعة ثانية إلى بيروت، ومنها إلى المنطقة الحدودية في محلة المصنع ومعبر الزمران في عرسال والقاع جوسية. وقد عبر العديد من النازحين العائدين عن فرحتهم بالعودة إلى بلادهم، شاكرين الأمن العام اللبناني على كل الجهود التي يبذلها لتأمين وتسهيل هذه العودة. وإلى جانب مندوبي المفوضية العليا للنازحين، حضر ممرضون تابعون لوزارة الصحة وعملوا على تقديم طعم الشلل للأطفال العائدين. أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. أهاب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بالمسؤولين المعنيين التوقف عن هدر الوقت والاستماع إلى مطالب الناس، وأكد المجلس المذهبي الدرزي الضرورة القصوى لاحترام أحكام الدستور بدءا بتحديد فوري لموعد الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس للحكومة كخطوة أولى على طريق تأليف الحكومة واستعادة عمل المؤسسات الدستورية ووقف النزف على كل المستويات. وطالب مؤسسات الدولة القيام بواجباتها تجاه القضايا الملحة وفي طليعتها الملف النقدي والاقتصادي والحفاظ على مدخرات المواطنين وتأمين المواد الأساسية والغذائية والطبية وضبط فوضى الأسعار وحماية حقوق المستهلك. ودعا المجلس المذهبي لإصلاح فعلي واحترام مبدأ فصل السلطات ومنح السلطة القضائية استقلالية تامة وفعلية لمعالجة كل أشكال الهدر وملاحقة الفاسدين. انسحب رئيس بلدية طرابلس دكتور رياض يمق قبل التصويت من جلسة انتخاب رئيس لاتحاد بلديات الفيحاء التي عقدت في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة وبرئاسته في حضور رؤساء البلديات، وذلك بسبب ترشح رئيس بلدية الميناء علم الدين لرئاسة الاتحاد. وقال يمق بعد الجلسة من أمام سرايا طرابلس: هذه الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الاتحاد. في البداية طلب المحافظ ممن يرغب الترشح للرئاسة فترشحت، ووجدت ترشيح مقابل ترشيحي من عبد القادر علم الدين. وعادة وبالعرف دائما رئيس بلدية طرابلس يكون رئيسا للاتحاد منذ تأسيسه، ومنذ 4 أشهر مضت أي فترة تسلم رئاسة بلدية طرابلس تقام جلسات للاتحاد بدون حضور بلدية طرابلس، وكان مجلس بلدية طرابلس اتخذ قرارا بتجميد المساعدات والمساهمات المعطاة للاتحاد، ومع ذلك لم يأبه للأمر. واليوم وبصفتي ممثلا لبلدية طرابلس التي تمثل 80% من ميزانية الاتحاد، لن أقبل بحضور جلسة يتم فيها انتخاب رئيس الاتحاد خلافا للعرف، ولن أقبل بإقصاء بلدية طرابلس. ويصير تفتيش كامل. بسمة ترحل. غيب الموت الفنان الكوميدي الساخر المحبوب بمصر ومجمل سائر المشرق شعبان عبد الرحيم المعروف باسم شعبولة، الذي اشتهر بأغنية أنا بكره إسرائيل، ويشيع في القاهرة وسط حشد من محبيه في العالم العربي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة. مشاهدينا الكرام، في الختام أنا والأريج نشكركم وإلى اللقاء.